الرحمن الرحيم. قامت اليوم مجموعات متفرقة بالخروج في مسيرات في مناطق مختلفة من البحرين، وذلك على إثر الدعوات التي تم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونظرا لكون تلك المسيرات وما صاحبها من أفعال مخالفة للقانون، فقد قامت قوات الأمن بالتعامل معها، حيث تم القبض على عدد من الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. أما بشأن ما حدث في مجمع سيتي سنتر التجاري، ففي حوالي الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم قامت مجموعة من المخربين والخارجين على القانون بالدخول للمجمع بقصد إحداث حالة من الفوضى والترويع، وترويع مرتادي المجمع، الأمر الذي اضطر معه رجال الأمن والشرطة النسائية إلى الدخول للمجمع والتعامل مع هذه المجموعة الخارجة عن القانون، حيث تم القبض على عدد من المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وإذ تعتبر وزارة الداخلية لإدارة المجمع والمواطنين والمقيمين من مرتادي المجمع عن أي إزعاج حدث لهم، فإنها تطمئن الجميع على أن الأمور ولله الحمد قد عادت إلى طبيعتها. وشكراً.